الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. وقد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: وما أعددت لها؟ قال له: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. فهذا دليل على أن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب للنجاة والفوز والسعادة. وكذلك الأحاديث دالة على أن من كمال إيمان المؤمن أن تكون محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام محبة كاملة. وقد ضرب الصحابة بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الأمثلة في محبتهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يحبونه وكيف لا يعشقونه وهو صلى الله عليه وسلم الدال لهم على طريق النجاة والدال لهم على كل خير. الله تعالى أمرنا بتعظيم رسول الله وأمرنا بمحبته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد هذا الأمر. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه. وقال الله عز وجل: وتعزروه وتوقروه. باتفاق المفسرين معنى أن قول الله تعالى وتعزروه أي تعظموه وتبجلوه. النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمرنا بتعظيمه في حياته وكذلك بعد مماته. الله تعالى نهى المؤمنين أن ينادوا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بحضرته، أن ينادوه باسمه، إنما كانوا ينادونه يا نبي الله أو يا رسول الله. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومن وجوب محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى حرم زوجاته أمهات المؤمنين أن يتزوجهن أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وقال الله عز وجل: وأزواجه أمهات المؤمنين. الله تعالى أحب رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أن الله تعالى أقسم برسوله محمد
صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، فقال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته كما قلنا تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل، اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كانت محبته لرسول الله محبة كاملة، حتى جاد بماله وحتى جاد بنفسه، حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبأولاده، وكذلك سيدنا عمر، وكذلك الصحابة في الغزوات كانوا يتفانون لأجل الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا عملا بقول الله تعالى: الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. معناه أنه يجب عليهم أن يقدموا النبي في الحماية على أنفسهم ولو أدى ذلك إلى أن يموتوا. هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجد الصحابة في الغزوات كثير منهم كان يجعل من صدره ومن نحره ترسا يحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل في غزوة أحد وغيرها أن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تشرف، نحري دون نحرك. فهذا المثال الذي ضربه الصحابة لأجل محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نحتذي به. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى من جملة محبته وتعظيمه مدحه عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في مسند أحمد وفي مسند أبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد الحبشة يزفنون، ومعنى الزفن في اللغة الرقص، وليس المقصود هنا بالرقص الرقص المحرم، إنما هو رفع رجل، نقل رجل، تحريك رجل، هكذا قال علماء اللغة. وجد الحبشة يزفنون أي يرقصون ويقولون بكلام لهم: محمد رجل صالح، وفي رواية: محمد عبد صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء اجتماعهم ولا مدحهم له عليه الصلاة والسلام. كذلك روى ابن ماجه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في بعض طرق المدينة وسمع جوار من بني النجار يضربن بدفهن ويقولن ويتغنين بمدح رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما كنا يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. النبي سمع هذا الكلام فلم ينكر عليهن، بل قال: الله يعلم إني لأحبكن. قال الحافظ البوصيري في تخريج هذا الحديث في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: وهذا حديث صحيح رجاله ثقات. وكذلك ثبت مدح النبي صلى الله عليه وسلم الإفرادي بالإفرادي، الصحابة كذلك كانوا يمدحون رسول الله من شدة محبتهم له. هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مرة كتب قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وقال عنه حديث حسن، وكذلك السيوطي. قال: يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، فقال له النبي: قلها لا يفضض الله فاك. معناه: عشت وأنت أسنانك سليمة. لذلك العباس مات وعمره فوق 80 سنة، ما سقطت له سن بفضل دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: من قبلها طبت وفي الضلال وفي مستودع حين يخصف الورق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز مدحه، مدح النبي عبادة وتقرب لله، فاسعوا للمدائح واطربوا. فهذه البدعة التي ظهرت في هذا الزمان من أن الناس صاروا يرون أن مدح رسول الله أمرا فيه مخالفة لشرع الله، هذا غير صحيح. الصحابة مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بالأدلة التي تكفي لمن أراد معرفة الحق، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مخالفة لشرع الله.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يقال عنه أنه مثلا يساوي الله تعالى بالعلم، كما يقول بعض الناس والعياذ بالله يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم كل معلومات الله. هذا كلام لا يرضي رسول الله، وهذا كلام يخالف القرآن الكريم، فالله تعالى هو عالم الغيب وهو عالم الشهادة. بعض الناس من حبهم لرسول الله قد يقع في الغلو، وقد يقع في وصف رسول الله بما لا يجوز. محبة رسول الله المحبة الكاملة تكون باتباع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم القرآن ولزوم السنة. الله تعالى أمرنا بتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام كما قلنا في بداية حديثنا، وتعزروه وتوقروه. وتعزروه معناها تعظموه وتحترموه وتبجلوه عليه الصلاة والسلام. الله تعالى كان أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى بن مريم. إذن هكذا يكون تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة الكاملة له عليه الصلاة والسلام باتباعه واقتفاء آثاره وتعظيمه ومحبته. فمحبة رسول الله خير، ومحبة رسول الله نجاح وفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة كاملة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي. فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي، نسكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي، مزكي النسبي من وصفه في الكتب.